كان رجل أشقر الشعر، أزرق العينين، طويل القامة، مفتول العضلات، فاتح إسلامي خرج من أرض الجزائر العظيمة التي دأبت على تخريج الأبطال وكأنها مدرسة للثوار. آمن بالدين الإسلامي وأصبح شغله الشاغل تعريف بقية البشر بهذا الدين. جعله الفاتحون العرب حاكماً لطنجة ليحكم المسلمين عرباً وبربرة على حد سواء. قصتنا اليوم تتمحور حول هذا الشهم طارق بن زياد. البطل الإسلامي العظيم والي الأمويين في طنجة. فبعد أن تسلم طارق رسالة من القروان من القائد العام لإفريقيا يخبره فيها بإذن الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك رحمه الله ينشر الإسلام في الأندلس، عبر طارق البحر ب7000 مقاتل، غالبيتهم العظمى من البربر الذين دخلوا الإسلام جديداً، ليقاتل المسلمون الحامية القوطية في الجنوب قبل أن يمحقوها محقاً. عندها هرب قائد الحامية ليرجع سراً بالليل إلى أولئك الفاتحين المجهولين يراقبهم لكي يعرف سر قوتهم. عندها رأى ذلك الرجل العجب، لقد رأى ذلك القائد القوطي أولئك المقاتلين الأشداء الذين كانوا يقاتلون كالأسود المفترسة في الصباح، وهم يصلون لربهم ويقيمون الليل ركعا وسجدا. رآهم يقرؤون كتابا تسيل دموعهم وهم يتلونه، فلم يصدق هذا القائد ما رآه، فأسرع برسالة إلى الملك لودريك والمعروف باسم رودريك في طليطلة العاصمة بكتاب من جملة واحدة: أدركنا يا لودريك، فإنه قد نزل علينا قوم لن ندري أهم من أهل الأرض أم من أهل السماء. فوقع عليه الخبر وقع الصاعقة، فجن جنونه، وفي غرور جمع جيشاً قوامه 100,000 من الفرسان مجهزين بأحدث الأسلحة، جاء بهم من الشمال إلى الجنوب يقصد بهم جيش المسلمين. وقد أمرهم لودريك أن يجلبوا معهم حبالاً كثيرة لربط المسلمين بها بعد أن يهزمهم، لكن هيهات هيهات، لم يكن يدري من سيواجه. فأرسل طارق بن زياد إلى القائد العام للمسلمين في إفريقيا يطلب منه المدد، فوصل مدد إسلامي لطارق قوامه 5,000 مقاتل فقط تحملهم السفن، ليصبح مجموع جيش المسلمين 12,000 جلهم من المشاة مقابل 100,000 فارس من النصارى القوط. وجاء يوم المعركة الخالدة في منطقة تسمى وادي برباط وتسمى أيضاً وادي لكة. وفي 28 من رمضان من عام 92 هجري، وكان لاختيار طارق بن زياد لهذا المكان أبعاد استراتيجية وعسكرية مهمة، فقد كان من خلفه وعن يمينه جبل شاهق وبه حمى ظهره وميمنته، فلا يستطيع أحد أن يلتفت حوله. وكان في ميسرته أيضاً بحيرة في ناحية آمنة تماماً، ثم وضع على المدخل الجنوبي لهذا الواد أي في ظهره فرقة قوية بقيادة طريف بن مالك حتى لا يباغت أحد ظهر المسلمين، ومن ثم يستطيع أن يستدرج قوات النصارى من الناحية الأمامية إلى هذه المنطقة ولا يستطيع أحد أن يلتفت من حوله. وبدأت المعركة الأشرس في تاريخ المسلمين. اندفعت أمواج النصارى نحو المسلمين كالموج الهادر، ولكن شتان ما بين جيشين اختصموا في الله، فئة تقاتل ومعها الحبال وفئة تقاتل ومعها الله. وبعد 8 أيام من القتال فيها عيد الفطر، وبعد استشهاد 3,000 مسلم، انتهت بنصر مؤزر للمسلمين، وقتل المسلمون الملك المغرور لودريك صاحب الحبال. والحقيقة التي ثبتتها هذه المعركة وغيرها من المعارك الحاسمة في التاريخ الإسلامي أن المسلمون لا ينتصرون إلا بقوتهم الإيمانية، وإن هذا الفتح يعود إلى قوة المسلمين بتمكن العقيدة وتغلغل معانيها في نفوسهم. فانطلق طارق يفتح المدن الإسلامية واحدة تلو الأخرى دون قتال، بعدما سمع الشعب الأندلسي عن شراسة هذا الجيش المرعب وسماحة الحكم الإسلامي لتنتشر كتائب النور الإسلامية في رحاب الأندلس، تنشر الإسلام في ربوعها لتنير شعلة التوحيد
في هذه البلاد. بدأت الأندلس تاريخها الإسلامي وأخذت في التحول إلى الدين الإسلامي واللغة العربية، وظلت وطناً للمسلمين طيلة 8 قرون. كانت خلالها مشعلاً للحضارة ومركزاً للعلم والثقافة. كل هذا كان بفضل رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلاً. انتظرونا مع رجل آخر من رجال صدقوا وما حققوه من بطولات لا تتبادر إلى مخيلة الأذهان اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.